بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة معنا جزء الجرامر الخاص عندنا بيونت 10 ليسن 3 4، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا للجرامر compound adjectives with numbers، استخدام الأرقام في الصفات. عندنا رقم number وراء اسم مفرد وراء صفة، a 12 year old، لو في هايفن يعني شرطة صغيرة بتفصل ما بين الكلمات، يبقى هنا لا تجمع كلمة years اللي هو الاسم، الاسم لا يجمع. ليه؟ لوجود هايفن اللي هو الشرطة الصغيرة، يبقى هنا a 12 year old. طب ممكن يكون رقم وناون الاسم، وعندنا adjective. طب ممكن يكون رقم فقط والاسم وبرضك في هايفن، يبقى برضه لا تجمع لا يجمع الاسم ويكون مفرد، يبقى الهايفن الشرطة بتمنع جمع مين؟ جمع الاسم اللي بعد الرقم. طيب لو في بعض الكلمات بنضيف ابوستروف اس، في بعض الكلمات ابوستروف اس او ابوستروف اس او ابوستروف فقط، طبعا هنا ما فيش هايفن ما بينهم، ما فيش شرطة صغيرة بينهم، يبقى my office is 2 hours drive. عندنا هنا لوجود صفة مركبة مع كلمة drive أو كلمة drive عموما، ويجي معاها رقم واسم جمع نقول 2 hours drive. طب ليه هنا جمعنا hours؟ ليه؟ إن ما فيش عندنا أولا هايفن شرطة، وعندنا قبلها رقم 2، وطبعا جايبين لنا الاسم اللي هو الاسم الموصوف بعدها درايف. اما اذا ذكرت كلمة تايم عموما في اي صفة مركبة، فطبعا بنضيف ابوستروف اس الملكية لو مفرد قبلها، ولو قبلها جمع بتبقى ابوستروف فقط، يعني I will call you in an hour's time. يبقى كلمة تايم دايما في ابوستروف اس الملكية، او in 2 years time هنا جمع حطينا ابوستروف فقط، هنا مفرد حطينا ابوستروف اس. بالنسبة عندنا ايضا لي but however although despite، كل هذه الروابط بتعبر عن التناقض، but however although despite، ولكن but however دائما مع الجملة الثانية او في الوسط. we had got early but او however we missed the bus، طبعا هنا but يعني لكن، او however مع ذلك مع الجملة الثانية. طب بالنسبة لكلمة also مع الجملة الأولى، also أو ذو، بالرغم من أو ذو، also أو ذو مع الجملة الأولى، يعني بتيجي مع الجملة الأولى، لكن ممكن تيجي مع المنتصف بس مع الجملة الأولى أيضا، يعني تتبع بالأولى. also we had got up early، بالرغم إن إحنا استيقظنا متأخرا، we missed the bus. بالرغم ان احنا استيقظنا مبكرا ولكن فاتنا الباص، ممكن اقول we missed the bus although بالرغم we had got up early. طيب although وزوجي وراها جملة sentence فعل وفعل، بيساوون في المعنى مين؟ despite و despite of برضه مع الجملة الاولى، ولو جم في النص بنجيب الجملة الاولى برضه بعدهم، ولكن بيجي بعدهم الverb plus ing او بعدهم noun، يعني مفيش جملة فعل وفعل. despite getting up early we missed the bus، ممكن نقول we missed the bus despite getting up أو in spite of getting up، ناخد بالنا إن despite كلمة واحدة فقط، أما in spite of دي بتركيبة كده in spite of، يعني تركيبة على بعضها، يبقى despite أو in spite of بيجي وراهم الفيرب بلس ing أو الناون. بالنسبة عندنا not only but also، ليس فقط ولكن أيضا، طبعا دي رابط تأتي not only قبل الفعل الأساسي أو بعد الفعل المساعد، طبعا هنا كنوت نوت الفعل الأساسي بتنفع بنوت النوت بتيجي مع الفعل، أما الفعل المساعد verb to be بتيجي نوت بعده. we weren't only playing chess but we were also، طبعا also هنا ممكن تسبق تأتي بعد verb to be أو ممكن يبقى على بعضها but also، ممكن أقول but also we were drinking أو but we were also drinking.
عند استخدام not only في بداية الجملة فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني. يعني لو أنا عندي فاعلين فالفعل بيكون مع الفاعل الثاني. not only were we playing، وطبعا لو جت في بداية الجملة لأنها نفي بتاخد شكل سؤال. not only were we playing chess but we were also drinking coffee. not only Tom but also his brothers are. طب لو قلنا not only Tom's brothers but Tom is، يبقى لو فاعلين مختلفين فالفعل بيتبع الفاعل مين؟ الثاني. هنا قلنا are لأن brothers جمع، ولو جت في بداية الجملة للفعل فالفعل عندنا هنا بيبقى صيغة استفهام، يعني فعل مساعد فاعل فعل. تعال نطبق الكلام ده على أسئلة الدرس. he says he likes sports، وقال إن هو بيحب الرياضة. he only watches them on TV، ولكن هو بيشاهدهم فقط on TV. يبقى هنا مين؟ however أو but، لأن جاي وراها جملة. is this my help؟ طبعا دي ناون. he fell into that، بالرغم من مساعدتي فهو وقع في الدين. طبعا هنا despite اللي بيجي وراها ناون أو verb plus ing. طبعا أنا عندي ناون فقط. I like reading novels، بحب قراءة الروايات. I don't have time، بالرغم من إن أنا ما عنديش وقت. يبقى although I have although I don't have time، ولا but I don't have. طبعا هنا but لكني تناقض، ومع الجملة اللي عندنا التانية. she speaks English well French. طبعا هنا and French، طبعا and رابط عادي، رابط ما بين اسمين، لكن as well أيضا بس بتأتي في نهاية الجملة. he managed to eat a big meal lunch، تمكن من تناول وجبة كبيرة من الغداء. although having eaten، ولا despite having. طبعا هنا despite لأن اللي بيجي وراه الفيرب في I N G mean despite أو in spite of. the gentleman wants to make his best reservation at the hotel. طبعا هنا this gentleman، هذا الرجل this gentleman wants to make three night reservation. طبعا a three night reservation at the hotel. طبعا اسمها a three night reservation. حجز 3 أيام. طبعا هنا لا تجمع night. she walked home by herself although she knew it was dangerous، برغم ان عارفة ان ده خطير. طبعا هنا although بتعبر عن التناقض. we will go to play tennis despite the cold weather، برغم من ان الطقس. طبعا هنا in spite of اللي بيجي وراها noun أو verb plus ing. طبعا هنا noun بالرغم من. I wanted to go to school، I was too sick، بالرغم إن أنا مريض. but I was too sick، طبعا هنا but معناها لكن. is this his cleverness، بالرغم من مهارته. he was unable to answer the questions، طبعا هنا بالرغم من، يبقى in spite of، وإن اللي بيجي معاها noun in spite of. we decided to go out for a meal، it was raining، طبعا قررنا نخرج لتناول وجبة بالرغم من المطر. طبعا despite و inspite ما ينفعش لأن دي جملة. يبقى however يعني ومع ذلك. it was raining ولا even however it was raining ولا even though أو though، بالرغم من even though، لأن الجملة it was raining أو however it was raining we decided to go out. طبعا دي الجملة اللي بتعبر عن meaning، لكن however ومع ذلك الدنيا بتمطر. لا طبعا هي بالرغم من الدنيا بتمطر. not only my brothers but also my sisters. my sister مفرد. is this going، طبعا هنا is ليه؟ لأن عندنا الفعل مفرد وإحنا مع الفعل الثاني. is this his honesty، no one believed him، بالرغم من امانته محدش بيصدقه. طبعا هنا despite لان جاي وراها noun despite. he came late he got in but he got in، يعني هنا he came late هو حضر متاخر. he got in ولكنه دخل، يبقى but. he lost his job، هو فاته او
فقد وظيفته. His good record بالرغم من احرازه هدف جيد. طبعا هنا in spite of لان جاي وراها noun. حسام enjoyed the party. حسام استمتع بالحفل. He had to leave early. ومع ذلك اضطر ان هو يغادر مبكرا. طبعا however. His peace coming early. He was punished بالرغم ان جه مبكرا ولكن عوقب. طبعا verb ing يبقى despite وان despite كلمة واحدة فقط لكن despite of خطأ. كمال won the competition. كمال فاز بالمسابقة. He had had no previous experience برغم لم يكن له خبرات سابقة. طبعا دي sentence جملة يبقى although. He has space daughter. He has a five years daughter. A 5 year old daughter. طبعا هنا a 5 year old daughter يعني بنت بلغة 5 سنوات. هنا الآ هو الهايفن يبقى لا تجمع year. He was cautious يعني هو شخص cautious يعني حريص. He fell into trouble ومع ذلك وقع في الدين. طبعا هنا however يعني ومع ذلك. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالجرامر. وانتظرونا مع lesson 5-6 وتست اليونت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.